ما تزال مأساة السيدة داليا التي ألقت بنفسها من شرفة منزلها ولقيت حتفها في حي السلام بالقاهرة قبل أسابيع ما زالت تتفاعل حتى هذا اليوم. اقتحم جيرانها شقتها متوعدين بحجة أنها تخل بقيم الأسرة والمجتمع لأنها استقبلت شخصا غريبا، وقيل إنها ألقت بنفسها من الشرفة. واقعة وفاتها سلطت الضوء على حوادث أخرى كثيرة مشابهة، وأثارت فيضا من المعاناة اليومية لنساء يعشن مستقلات عن عائلاتهن في مصر. وصاية المجتمع على العازبات في مصر تؤرق مضجع نسمة مصر، نسمة التي تخشى أن يستفز جيرانها دخول رجل غريب بيتها، قد تعيش أياما دون ماء أو كهرباء قلقة من أن تطلب سباكا يصلح العطل. لو حاجة باظت عندي في البيت، كهرباء وسباكة، أنا قعدت أسبوع من غير مية علشان لازم، يعني بقول للناس في العمارة هاتولي سباك أو هاتولي كهربائي أو هاتولي حد، علشان حتى هم ساعدوا أو ما ساعدوش أنا كده كده ممكن أتصرف لوحدي، بس يبقوا عارفين إن أنا عندي مشكلة ما، ومشكلة أنا عطلانة عليها ومحتاجة صنايعي يجي يعملها عشان لما حد يجي ما يبقاش السؤال ده مين. نسمة التي تركت منزل أهلها في مدينة المنيا جنوبي مصر لهدف الدراسة والعمل في القاهرة لا تجرؤ على استضافة صديقاتها الإناث أو حتى أخيها الذي لا يشبهها في شقتها. فهو المجتمع قرر أنه يحط لنفسه وصاية تامة على البنات، ويقرر هو اللي بيقرر لهم حياتهم، هو بيقرر لهم يقابلوا مين وما يقابلوش مين ويشتغلوا ايه وينزلوا الساعة كام ويرجعوا الساعة كام، ولو مشيوا على غير اللي هم مقررينه او محددينه يقتلوها. يعني اتمنى ان النيابه تاخد خطوه وان يكون في تشريع كمان، يعني الموضوع مش بس قضيه داليا. رقابة اجتماعية تقلق الفتيات المصريات، خصوصا بعد أن سقطت سيدة مصرية من شرفتها ولاقت حتفها إثر ضربها واتهام جيرانها لها بإقامة علاقات غير شرعية. أنا النهاردة لابسة أسود تضامنا وحدادا على روح داليا قتيلة السلام اللي اتقتلت لأن هي ست وعايشة لوحدها في مصر. احنا لابسين أسود أنا وستات كتير قوي النهاردة علشان نقول إن أهليتنا مش هتكون منقوصة، ومش هنساوم على حقوقنا، ومش هنساوم على حريتنا، ومش هنساوم على وجودنا جوه البلد دي. وفاة داليا أثارت فيضا من المعاناة اليومية للنساء اللواتي يعشن مستقلات في مجتمع مصري محافظ، يطالبن بتغيير اجتماعي وقانوني لحماية حقوقهن المهدورة ضد عنف أزواجهن أو أقاربهن أو حتى من غرباء. وتنضم إلينا من تورونتو عبر خدمة سكايب كوثر الخولي، مديرة مؤسسة Women for Justice. أهلا بك أستاذة كوثر معنا. هذه الحادثة المؤلمة التي طبعا عاشها المصريون قبل أسابيع، بحسب تقديرك هل ستكون يعني حافز، ستشكل حافزا بالنسبة للجمعيات الحقوقية، بالنسبة للنساء العاملات طبعا بمجال حقوق المرأة، لتجديد النقاش والمطالبة الجدية بتغيير القوانين، أم أنها ستكون بالعكس يعني دافع خوف بالنسبة لنساء أخريات مستقلات؟ الحقيقة هناك مجموعة من الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر، وخاصة الذين يعني اللاتي يرغبن في الاستقلال بحياتهن ودراستهن، ومما يجعل حياتهم أو حياتهن أشبه بالجحيم اليومي. فالحقيقة في مجموعة من الأمور هي ثقافية بالأساس، ولكن دور الدولة ودور المجتمع المدني هو وضع تشريعات لوقف هذا سلسلة المعاناة والجحيم اليومي التي تعيشه الفتاة المستقلة. في الحقيقة مجموعة من التحديات الأساسية، منها مثلا التحدي الاقتصادي، ففي ظل الغلاء الأسعار لو في فتاة ترغب في الاستقلال، ترغب في أن تنتقل من الصعيد أو الريف إلى القاهرة لتستكمل دراستها أو تستكمل عملها أو تجد فرص أفضل
لحياتها ستعاني بشكل كبير جدا من غلاء الأسعار، مما يعني يمنحها من إيجاد فرصة نعم حقيقية أستاذة لابنها. كوثر، يعني نحن لا نتحدث طبعا عن الوضع الاقتصادي في هذه الحلقة، وهو موضوع مهم بكل تأكيد، يعني سبق لنا أن ألقينا الضوء عليه وسنلقي الضوء عليه أكيد في حلقات قادمة، لكن نتحدث عن موضوع النساء العازبات أو المستقلات اللواتي اخترن أن طبعا يعيشن بشكل منفصل عن العائلة. لا نتحدث عن الصعوبات الاقتصادية هنا، نتحدث عن وصاية مجتمعية، وصاية مجتمعية وتدخل بشؤونهن يكاد يكون يعني تدخل أكثر من تدخل عائلاتهن. ما يعني انا فعلا كنت بحاول يعني ابلور لك المشكلات التي تواجه الفتاه، وهي مجموعه من المشكلات الحقيقه، منها المشكله الاقتصاديه ولا يمكن اغفالها، منها الشعور بعدم الامان، على اساس ان هنا الفتاه المصريه عندما تقرر ان تسكن بمفردها فستجد من يعني جيرانها او يعني المحيطين بها في الشارع ينبذونها ويعتبرونها فعلت امر مشين بأنها أخذت هذا القرار. وهناك أيضا مشكلات في السكن، بما أصحاب العقارات على سبيل المثال لا يفضلن التأجير للفتيات، ولا يفضلن التأجير لفتيات يعيشن بمفردهن، وليس هذا فقط، ولكن أيضا يقومون باستغلالهن وزيادة يعني الإيجارات على أساس أن هذا يعني وكأنه بيتفضل عليها أنها تسكن بمفردها. والنقطة الأخيرة أو النقطة المكملة لهذه الدائرة من المشكلات التي تعاني منها الفتاة المستقلة هي الوصم المجتمعي. الوصم المجتمعي هو الذي يجعل الفتاة المستقلة زي ما في التقرير هي تأخرت الحصول على أو استدعاء سباك ليصلح لها المشكلات الموجودة في المياه، حتى لا يوصمها المجتمع بأنها يعني استقبلت رجل غريب في منزلها. نعم. والحقيقة هي مجموعة من المشكلات طب ما هو المختلفة. جذر نعم ما هو جذر هذه المشكلات؟ ما هو المسبب الرئيسي؟ هل يمكن الحديث عن وصاية مجتمعية، عن أن المجتمع اليوم أقوى من الدولة، أقوى من القانون، العادات والتقاليد أقوى من الجانب القانوني، أم أنها بالفعل مسألة قوانين؟ الحقيقة هي جانبين. الجانب الأول هي المسألة الثقافية سلاش الدينية، اللي هي شايفة أن المرأة المستقلة هي بتفعل جرم، والمجتمع هنا بيفرض الوصاية عليها، بيفرض الرقابة الاجتماعية عليها، ويجد أن من حقه أن يتدخل في شؤونها، أن يتدخل في حريتها الشخصية. ففي جانب ثقافي إحنا ما نقدرش ننكره، وهو العامل الأساسي في أن الناس تتدخل في حياة الآخرين، فدي جانب مهم جدا. ولكن لا يمكن إغفال أن الجانب وجود تشريعات وقوانين وآليات حماية اجتماعية تحمي النساء من أشكال العنف المختلفة وأشكال الوصم الاجتماعي المختلفة أمر هام للغاية لتهيئة المجتمع لمناخ ثقافي يحترم خصوصية المرأة ويحترم وجودها وكيانها المستقل. فالحقيقة هي طب أليست يعني هنالك قوانين أستاذة كوثر، يعني خاصة أنه اليوم تحديدا تم الإعلان عن تعديلات هامة في القوانين المتعلقة بختان الإناث، ورفع مدة العقوبة إلى 5 سنوات، وربما رفع إلى سنوات أكثر للطواقم الطبية إن ساهمت بهذه العملية. يعني هنالك الكثير من القوانين الجديدة المتعلقة بالمرأة وبحقوقها. الحقيقة إحنا كمجموعات نسوية يعني تطالب بفرض أو تطبيق ما يسمى بآليات الحماية الاجتماعية. آليات الحماية الاجتماعية دي بتشمل جهدين، جزئين، جزء خاص بالتشريعات وقوانين تحمي حقوق المرأة، وجزء آخر ثقافي. هو عندما تكون هناك قوانين فأنت بتهيئي المجتمع ثقافيا لاحترام خصوصية المرأة، وده الحقيقة بيتم عن طريقة مجموعة من الخطوات والإجراءات التي لابد أن يتعاون فيها المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة التي تسن القوانين وتتابع تنفيذ هذه القوانين. منها مثلا تفعيل قانون حماية المرأة من العنف. في مصر هناك قوانين
تحمي المرأة من العنف وتحمي المرأة من التحرش الجنسي، ولكن لا زالت الظاهر وقوانين تحمي المرأة من ختان الإناث، ولكن رغم ذلك لا زالت هناك حوادث يوميا بتحصل. فهناك فلهذا يعني نطالب هناك دائما عدم تطبيق هذه القوانين؟ طبعا طبعا. فعشان كده احنا نطالب كمجموعات نسويه بفرض اليات للحمايه الاجتماعيه، منها تفعيل القوانين، وتكون هناك اليه واضحه من المجتمع ومن الاجهزه الرقابيه لتفعيل هذه القوانين، توفير الحمايه والدعم والمساعده للشاكيات والضحايا الناجيات من العنف. فعندما يفهم تكون هناك جهه او قنوات واضحة وصريحة يمكن أن تلجأ إليها المرأة عندما تتعرض للإساءة، للتنمر، للتحرش وغيره من أشكال العنف المختلفة، فلابد أن تكون هناك قنوات تذهب نعم، إليها المرأة. فعندما تعرف هذه المرأة تعرف طريقها، الآخرين أيضا هيخشوا منها من أن تتطور الأمور. ولكن بسبب غياب يعني القنوات الواضحة التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة لتقديم شكواها، فبالتالي الجاني يعرف أنه سيهرب من جريمته بسهولة شديدة، نعم. ولا يوجد أحد يلاحقه. طبعا مع غياب القوانين أو غياب الرقابة والتفتيش كما ذكرت حضرتك على تنفيذ تلك القوانين، يعني يكون التعويل أكثر على المجتمع. وللأسف إن كنت تتحدثين عن مشكلة ثقافية جوهرية يعاني منها المجتمع، ما دور الإعلام بهذا الصدد، بهذا المجال تحديدا، خاصة وأنه اليوم نحن في شهر رمضان، الكثير من الدراما المصرية تعرض على الأقنية ويتابعها ربما الملايين إن كان في مصر أو في الوطن العربي، وبعض تلك الدراما تطرقت للاغتصاب، تطرقت للتحرش. ما أهمية أن يكون هنالك بالفعل رقابة ثقافية على هذه الدراما بأن تتطرق بطرق وبوسائل مجدية وحقيقية ولا تشوه الوقائع؟ أنا شايفة إن وجود حوار مجتمعي وخاصة مع يعني كتاب السيناريو، المخرجين، الممثلين، والإعلام من صحفيين وغيره، الحقيقة دي وجود حوار مجتمعي حول هذه الموضوعات هي أمر هام في الغاية. لأن رمضان، شهر رمضان الحقيقة كل عام إحنا بنحكي نفس هذه الحكاية من فترة طويلة جدا، أن الإعلام، أن صورة المرأة في الإعلام لا زالت مشوهة. هناك صور نمطية عن المرأة المستقلة، عن المرأة التي تدافع عن حقوقها، عن وغيرها من الأمور، ولا يزال لا يوجد حوار مجتمعي، لا يوجد قنوات اتصال حقيقية يعني تجمع المدافعات عن حقوق المرأة وكتاب السيناريو والمخرجين والإعلاميين. لابد أن يقوم الإعلام بدوره، لأنه هو الحقيقة أمر هام للغاية، لأنه بيعكس ثقافة المجتمع. ولكن أنا ما أقدرش الحقيقة أحمل بس الإعلام ولا الدراما المشكلة. أنا غياب الثقافة وغياب قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري، سواء أو العنف المجتمعي والرقابة المجتمعية، وغياب الثقافة ديت التي تحميها آليات نعم حماية اجتماعية تضمن نعم توفير الدعم بالتأكيد. أنا الصحية، قصدت طبعا وسائل مساعدة، خلينا نقول ثقافيا. إذا بالضبط، هي الأستاذة وسائل كوثر، مساعدة. نعم أستاذة كوثر الخولي، مديرة مؤسسة Women for Justice، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.